ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي هلال الدليمي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. عليكم السلام ومرحبا. سيد هلال، بعد مرور 3 أيام على انقضاء مهلة الوطن وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، إلى أين تتجه الأوضاع في ظل هذا القمع والعنف المفرطين ضد المتظاهرين السلميين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكفى وعلى من اتبعه إلى يوم الدين. تحية لكم ولقناة الرافدين ولمشاهديكم الكرام. أولا، إن شاء الله الأمور تتجه باتجاه الناطر، لأنه لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. أولا دعيني أترحم على من فقدنا شهيدا نحتبه عند الله سبحانه وتعالى، والشفاء للجرحى. الوضع في العراق يتجه نحو الأمر خطط له حقيقة من قبل السلطة. السلطة تريد تصادم مع الشعب لتتهمهم بالإرهاب ولتدفع المتظاهرين السلميين التخلي عن سلميتهم. أعتقد هذا هو المماطلة والاستفتاء الشعبي على هذه الحكومة. قد حصل، كل المحافظات انتفضت ضدهم، لم تبقى محافظة عراقية لم تنتفض وتثور ضد هذه السلطة وتطالبها بالخروج عن صدر العراق بعدما أتى بها المحتل الأمريكي الإيراني. الآن أصبحت الساحة واضحة، هناك خندقات، خندق للعراقيين الذين يؤمنون بوطنهم وبلدهم وبحريته التي استلبها المحتل وأذناب المحتل وما بين أعداء العراق من كل المسميات الأخرى. الآن الخنادق أصبحت مفروزة، والذين يجلسون في قم ويطالبون بالحرية للعراق وإخراج المحتل من العراق فتقعد تجلس مع قاتلي وتدعي حريتي، فهذا نفاق. نقوله للكل، الذي شاهدناه في تظاهرات الثلاثة أيام الماضية، استخدام القنابل المسيلة للدموع والتي حرمت دوليا بمعاهدة موقع عليها العراق، والنوع الذي يستخدم ضد المتظاهرين هو من النوع العسكري وليس من النوع الذي يستخدم قوات الشرطة حسب تقرير منظمة العفو الدولية السابق. وهناك حقيقة دلائل وقرائن بأن هذه الأسلحة أنتجت في إيران وهي غير خاضعة للرقابة النوعية أو السيطرة النوعية التي يجب أن تستخدم ضد المتظاهرين، إضافة إلى أمور أخرى هي التعمد الذي يطلق الرصاص الحي بكل تأكيد يتعمد قتل المتظاهرين. ورأينا من الفيديوهات المسربة والتي تصلنا من الناشطين هناك أن القوات مكافحة الشعب وليست الشغب، هذه النقطة ترفع. ومن من من مسميات هجموا على شخص مصاب في المستشفى وحاول أن يخنقه أحد الأشخاص وهو مصاب أمام الكادر الطبي وأمام الكاميرات. فأي استهتار بروح المواطن العراقي؟ هؤلاء هم أعداء الشعب العراقي. الشعب العراقي مصنف بإذن الله وسوف يلقون ما يتمنى لهم الشعب العراقي. أستاذ هلال، ما هي أهم المكاسب التي حققها المتظاهرون في حراكهم السلمي حتى الآن؟ المكسب الأول هو إسقاط الأحزاب الطائفية وإسقاط الوقود الطائفي الذي أتوا به، هذا المكسب الأول. المكسب الثاني وهو الأهم، إسقاط المشروع الإيراني الذي كان يرمي إلى التغلغل في الجسد العراقي وجسد الدول العربية من خلال ما يسمى الصراع المذهبي الذي هو غطاء للتوسعية الإيرانية من خلال إنشاء الذيول التي كشفت بالكامل أمام الشعب العراقي. وأعتقد أنه عندما يتم تمييز السبب والعلة التي أتت إلى العراق وفتكت بالشعب العراقي، ويمكن هي أشد خطرا وأشد فتكا حتى من المحتل الأمريكي الذي هو كان حقيقة القوة التي أتت بها هؤلاء، أعتقد أن العدو الإيراني وعدو للشعب العراقي والنظام الإيراني أصبح واضح المعالم في العراق وكشفت كل أساليبه وكشف أتباعه. والمكسب الثالث هو فرز الخنادق الذين كانوا يدعون الحرية والديمقراطية للشعب العراقي وكذبهم وزيفهم وما وصل إليه العراق الآن. بالمناسبة هم
عقدوا مؤتمر عام قبل الاحتلال بسنتين، رؤية الأحزاب المعارضة للعراق في عام 2020. فهنيئا لهم على هذه الرؤية التي وصل العراق بها إلى بحر من الدم وبلد تتصارع فيه القوى من كل ركن وطوق، الميليشيات هي القوى المسيطرة، المواطن مهان، الحر معتقل، والسارق هو الذي يحكم البلد. هذه هي رؤية الأحزاب التي تدعي أنها أحزاب دينية أو إسلامية أو تقدمية. وهذا المؤتمر عقد في أمريكا، وهذا اليوم في هذه الأيام نشاهد أنهم يريدون إخراج القوات الأمريكية التي أتت بهم من مزابل العالم ليحكموا العراق، وقد اصطفوا اصطفافا كاملا مع الجانب الإيراني الذي تعرفون ما هو سر عداءه الطويل مع الشعب العراقي. العراقيون هم أكثر الناس إدراكا بالعداء التاساني الفارسي عبر التاريخ، صراعنا معهم يربو على 4000 سنة، فبالتالي كشفت كل الوجوه المزيفة. هذه مكاسب كبيرة للثورة العراقية. نعم. ثورة التشكيل. أستاذ هلال، فقط نتابع خبر عاجل وردنا قبل قليل عن إحراق مقر ميليشيا بدر في منطقة طويسة بمحافظة البصرة. الحديث أيضا عن نعود الحديث عن الانتهاكات المرتكبة بعد تشييع مسعفة اليوم، تم اعتقال مسعفة أخرى في طريق محمد القاسم السريع. كيف تفسرون استهداف القوات الأمنية للطواقم الطبية؟ أولا هذه الميليشيات المسلحة لا تحترم قانون ولا تحترم ضوابط. نحن نعرف حتى في الحروب الحروب النظامية ما بين جيشين نظاميين، القوات المسعفة أو الفرق الإسعاف التي ترفع الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر لا يحق لهذه القوات أن تضربها أثناء الحرب أثناء المعركة، وهذا قانون دولي يحمي الطواقم المسعفة الطبية لأنها تقوم بعمل هذا العمل يحترم مهني ليس له علاقة بالجانب السياسي أو الجانب العسكري. فما بالك بمسعفين من بلدك يقومون بإسعاف مواطنين سلميين خرجوا بأجسادهم العارية إلا من حب العراق، جيوبهم خالية، قلوبهم مملوءة بحب العراق، ويعادون، وهؤلاء يقومون باعتقالهم أو بقتلهم أو اختطافهم. فإذا قلنا منذ البداية هذه الإجراءات مدانة من قبل القانون الدولي، مدانة من قبل الشرع شرعا، لأنه لا يجوز أن تعتدي على العرف الذي يمنع الاعتداء على المرأة بكل الأحوال. لاحظي هذا العرف عراقي وعشائري وعربي وإسلامي ودولي، أنه نحن أهل العراق نحترم المرأة وفي في في اي مكان، ولكن هؤلاء ليس لهم غيره ولا لديهم شرف، لانه لو كان لديهم غيره او شرف لا يعتدون على 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 امراه او على بنت، كل عملها وكل جريمتها انها تسعف من يحتاج الى المساعده، تساعد من يحتاج الى المساعده، وتسعف من هو بحاجه لإسعاف. نعم. الوقت الذي يتابعون المصابين الى المستشفيات والمراكز الصحيه ويختطفونهم كما اسلفت ويحاولون الاعتداء عليه، فمن يحاول الاعتداء على المصاب فمن باب أولى أنه لا يلام على الاعتداء على المسعفة، لأنهم فقدوا كل معاني للإنسانية وفقدوا كل معاني للشرف وكل معاني للوطنية. هؤلاء يعتبرون كلاب الأذناب، يعني أن تكون أنت في هذه الساحة وفي هذا الموقف بهذا الوصف، أعتقد أنهم يستحقون أكثر من هذا الوصف. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي هلال دليمي، كنتم معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.